بسم الله، والله أكبر. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء، إن هذا لشيء عجاب. يعني يبعث على العجب، يطنمو، يعني نتعجبوا احنا كيفاش جينا واحد منا. احنا قلنا راهو إله واحد، ماهوش اثنين وثلاثة وعشرة وملايين. وانطلق الملأ منهم، أي أكابر المجرمين، وانطلقوا في مهمة معينة اعتبروها منقذة، يعني 60 كيستيون فيو دو. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، واصلوا طريقتكم في الشرك، واصبروا على ما جاء به اللي كذاب وساحر، امبوستور وماجيسيان. واصبروا على آلهتكم، زيدوا تمتين علاقتكم بها، إن هذا لشيء يراد. راه هو قصد باش إذا كان ضمنا إلى رأيه وادعائه يكون منتصر ويكون قائد لنا ومهيمن علينا، ونفقد قيمنا ونفقد الهوية متاعنا. ولا شيء يراد، أي يقصد أن نبينا عليه الصلاة والسلام يريد بهم أنا شرا، يريد بهم كفرا بآلهتهم، وهلم مجر. والحديث يطول قدر الدكتور صادق غنية بالعبر. إن شاء الله ربي يسألنا بالجزء خطوات أخرى، لأنك عندكم تكشفوا من عجائب وردت في هذه السورة الكريمة، والسلام على أهل الإسلام.